انا في شهر 3 خوتي جيت هنايا، كنت حسيت براسي عيان شويه، كانت ورمات لي هذه البلايصه شويه. جيت هنا للسبيطار ديال محمد السادس، هي هذيك درت تحاليل، درت سميتو، قال لي بلي راه عندك كونسير على هنا، على هنا في العنق، وداك الشيء تيعطيني الصداع في الراس. هي هذيك قالوا لي سميتو، درت شي تحاليل ودرت سميتو، قال لي غادي نديروا لك واحد العمليه. ملي هبطوني للبلوك داروا لي العمليه. ملي طلعت تعقلت من البنش، انتم اخوتي تتشوفوا حالتي كي دايره. انا عندي المرض هنايا، ولقيت كرشي مشرقه، ولقيت تيو لاصق ليا، انا ما عرفتش داك الشيء مناش، ما عرفتش شنو هو. ملي تنسول الناس واسميتو تيقول لك الله اعلم الله اعلم، ما حتى واحد ما بغى يعطيني راس الخير. وانشوف حالتي راه ما تنعس لا بالليل لا بالنهار. انتم هاد الميكا اللي دايرين لي في كرشي مع هاد السخونيه كاع قرفصاتني، تتعطيني الصاد الكرشي، راه ما تنعس لا بالليل لا بالنهار، راه النهار كامل وانا تندور ونجي لهاد الجرده. يلا تمشي للسراح فاسميتو، ندي ديك ندور على ديك 10 دراهم ولا، ونمشي للمحل ديالي ناكلها، ونقعد ثاني تانا سميتو، نخرج ثاني نجي لهاد الجريده. ما لقيت اللي يوقف معايا، ما لقيت حتى واحد. انا براني هنا مراكش، انا من الشماعيه، وهذا الشيء اللي نقول لكم. انا بزاف 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 مكرفصاني بزاف، راه مثلا قلت لك ما تنعس لا بالليل لا بنهار. انا ما تنبغي حتى مسلم خويا، ما تنبغي ليه بحال هذه الحاله اللي وقعت فيها انا، ما تنبغي حتى مسلم. ما كاينش اللي يعطيني راس الخيط، ما كاينش اللي يهضر معايا، ما كاينش اللي يقول لي شي حاجه، ما كاينش اللي يسميتو. حيت علاش ما كاين اللي واقف معايا، ما كاين حتى واحد اللي تنمشي ندور تما التنعية. داكشي علاش جيت لمراكش، قلت انا غادي نقعد تما حدا السبيطار، غادي نشوف اللي سامشي قعدت حدا السبيطار، ما هو نهار ما هو يومين ما هو والو التعييف. جيت عند واحد السيد تلاقيت معاه، طلبت قلت ليه هاكينه كاين، ما عندي فين نريح، ما عندي. ومسكين لقيته حتى هو ولد الناس، عطاني واحد المحل وليت نريح فيه، تنريح فيه بالليل واسميتو. بالنهار تنضل ندور ونجي لهاد الجرده، ما عندي فين نمشي. عندي الله. من قبل كانت عندي كروسه ديال الديسير، الحمد لله كنت بخير وعلى خير، كنت بصحتي الحمد لله وعلى خير، كنت عايش بخير وعلى خير. من نهار قدر علي الله هاد المرض الحمد لله، غادي صحتي تدهور من بزاف كاع. انتم راه تشوفوا حالتي كي دايره. وتنطالب من وزير الصحه وسيدنا الله ينصره باش يفتحوا تحقيق ويشوفوا حالتي كي دايره، ويقولوا للمسؤولين باش يفتحوا التحقيق ويشوفوا حالتي. راه الله يجازيكم بخير، انا مكرفص، راه ما تنعس لا بالليل لا بالنهار.